ذا بري برو انسولين بيفقد السيجنال بيبتايد عشان يديني البرو انسولين، ويجي البرو انسولين يفقد السي بيبتايد عشان يعطيني الانسولين. مثلا لو لقينا انسان مثلا جاني في حاله غيبوبه مثلا، وعملنا تحليل ووجدنا في كميه عاليه جدا من الانسولين، في نفس الوقت ناخد تحليل الانسولين وتحليل السي بيبتايد، المفروض نلقاهم قدري بعض. ليه؟ لانه اساسا البرو انسولين بيفقد السي بيبتايد عشان يبقى لنا انسولين. ذا بي سي بيبتايد از ريليز ويز انسولين ان ذا بلاد. السي بيبتايد ده عاده يطلق مع الانسولين في الدم. It is presence in the blood indicate endogenous release of insulin. لما تلقي في سيز بيبتايد في جسم معناها في ايه؟ في انسولين موجود. Unlike the growth hormone، غير الجروث هرمون، insulin is not species specific. الانسولين ما يعتمد على النوع. There are minor difference between human insulin and insulin of other species. في فروقات بسيطة بين الانسولين بتاع الانسان والانسولين بتاع الانواع الاخرى. اكزامبل بيف اند بورك انسولين، مثل البيف البقار والبورك انسولين. طيب الفروقات البسيطه دي بتسمح لنا this allow their use in human for treatment of diabetes mellitus. ده بخلينا نقدر نستعمل الانسولين اللي مطلعينه من البيف مثلا عشان نعالج الديابيتس ميليتس اللي هو مرض السكري. ديابيتس ميليتس مرض السكري. however ولكن the minor difference، الاختلافات البسيطة، although not sufficient to affect effectivity، بالرغم من انها مش كافية عشان تأثر على النشاط. are sufficient to induce endogenicity، لكنها كافية عشان تؤدي الى وجود انتجين يعني اجسام مضادة. example antibody formation against the injected insulin، أجسام مضادة ضد الإنسولين اللي هو جاينا مثلا من الأبقار أو من غيره. human insulin produced in bacteria by recombinant DNA technology. الآن صار يصنعون الإنسولين بتاع الإنسان produced in bacteria by recombinant DNA technology. technology بتاعت DNA is now available to avoid antibody formation. عشان إيش؟ موضوع الأجسام المضادة اللي ممكن تتكون إذا أخذنا الإنسولين من الحيوانات. half life of insulin is about 5 minutes. الوقت اللي يجي فيه الانسولين half life منتصف حياته 5 دقائق. وهذا الشكل هو الاستراكشر بتاع الانسولين. انسولين وهنا البرو انسولين. control of insulin secretion، كيف نقدر نتحكم في افراز الانسولين؟ ايش هو الشيء اللي خلينا نتحكم في الانسولين انه يفرز بكميه كثيره او قليله؟ اول حاجه ما عنده اي علاقه بالهايبوثالاموس بيتيوتري اكسس تحت المهاد والغده النخاميه، ما عنده علاقه. استيمولاتد بي اي بالسكر، سكر كتير يفرز انسولين كتير، السكر قليل يتم افراز انسولين قليل. امينو اسيد زي الليوسين والارجينين والكيتو اسيد، وجود الامينو اسيد الاحماض الامينيه. جي اي تي هرمونز انكلودينج الجلوكاجون، وجود الجلوكاجون بيأثر في إفراز الإنسولين. الجاسترين سيكريتين سي سي كي which increase cyclic AMP and more important وهم الجي اي بي الجلوكاجون like polypeptide which increase calcium influx through voltage gated channels، بيزود من وجود الكالسيوم اللي يدخل في داخل الغنوات. تانيل بيأثر على تنظيم الانسولين، الاستايل كولين والباراسمباثيتك استيميليشن، الاستايل كولين والباراسمباثيتك استيميليشن اور استيميليشن اوف ذا ار 1 فيجاس اوف رايت فيجاس استيميليشن بتاع العصب الفيجاس اللي هي بتأثر على الام 4 ريسبتورز المستقبلات بتاعه ام 4 عشان تزود ال intracellular fluid calcium، تزود الكالسيوم اللي في داخل الخلايا for exocytosis. drugs برضو بعض الأدوية تزود لي تأثر في تنظيم الإنسولين زي السولفونايل يورياز، دواء اسمه السولفونايل يوريا، والزايوفيلين ده زي الأمينوفيلين اللي بيستعمل في حالة الربو، والبيتا أدرينيرجيك أجونيست.
دي أدوية تأثر في إفراز الأنسولين. أوكي، فدي هي كنترول في أنسولين سكريشن، طرق التحكم في الأنسولين. فهذا جزء آخر.